السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة العائلة للصحة والمتعة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نقدم لكم واحد الصابلي تيجي جد جد رائع، نتمنى أنكم تجربوه وينال الإعجاب ديالكم بإذن الله. قبل ما ندوز المقادير فما عليكم إلا ديروا لي لايك هكا تشجعوني أكثر وأكثر. وبالنسبة للجدد الناس الجدد معنا في القناة فمرحبا بكم وألف مرحبا، ما عليكم إلا تضغطوا على الزر الموجود تحت الفيديو، الزر اللي باللون الأحمر، وكذلك فعلوا الجرس باش تبقوا توصلوا بكل جديد. ويلا نبدأ على بركة الله بالمكونات. كيف تشوفوا معايا هنايا بالنسبة لهذه المكونات فهي مكونات الجافة، هنحتاجوا واحد 380 غرام ديال الدقيق الفورص، 100 غرام ديال البودرة ديال اللوز. بالنسبة للوز فانا خديته حب شديته مسحته بواحد الدريرة اللي هي نقية وطحنته وعبرت منه 100 غرام كيف تشوفوا معايا بالقشر ديالو، وحاولوا انكم تطحنوه وتقلبوه، يعني انا ما غربلتوش ولكن حاولوا انكم تقلبوه باش ما يكونش فيه واحد الطريفات اللي هما غلط. هنحتاجوا كذلك هنا واحد الخميرة ديال الحلوة ما يعادل 4 غرام اللي هي معلقة صغيرة ولكن ما تكونش عامرة، يعني تحاولوا انكم تمسحوها شوية من الفوق. غادي نحتاجوا كذلك هنا واحد معلقة او نص معلقة صغيرة ديال الملح كيف تشوفوا معايا ما يعادل 3 غرام. وهنا كيف تشوفوا معايا فانا عندي هنا الهيل فهو تيعطي واحد البنه او لون المذاق اللي هو رائع جدا. الا كان متوفر عندكم مطحون او لا على شكل حبوب فانتم استعملوه فهو تيجي رائع رائع جدا. بالنسبه للهيل فانا خديته يعني الا طحنتوه كان عندكم حب وطحنتوه فهو ما غاديش يتطحن مزيان، غادي يبقى يعني على شكل خيوط وتبقى القشره ديالو. فانا هنا خديت واحد المعلقه ديال السكر سنيده وطحنتها مع واحد الخبزة او لسته الحبات ديال الهيل. الا استعملتوا السكر سنيده فانتوما ديروا معلقه ونص، معلقه صغيره ونصف ديال هذا الخليط هذا. الا ما استعملتوا السكر سنيده وكان عندكم الهيل مطحون فانتوما فقط استعملوا نصف ملعقه صغيره ما يعادل 1 غرام، وتكون هذه هي المكونات الجافه اللي غادي نستعملوا في هذا الصابلي هذا اللي غادي نحضر لكم اليوم. غادي نديروا الدقيق اللي هو مغربل، ضروري الدقيق يكون مغربل. غادي نضيف عليه يعني كاع المكونات الجافه، الملح كذلك الهيل مع السكر سنيده. بالنسبه للسكر سنيده فانا استعملها من بعد وغادي نقص منها هذه الكميه هذه اللي قلت لكم. كذلك عندي الخميره والبودره ديال اللوز. وغادي نخلط هاد المكونات هادو يعني المكونات الجافه نحضرهم ونخليهم جانبا وندوزو نحضرو يعني الخليط الثاني. بالنسبه للخليط الثاني فاحنا غادي نستعملو الزبده اللي تكون بحراره المطبخ. بالنسبه للزبده فانا استعملت 226 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده فاحنا نستعملو هاد الزبده اللي تتكون قاصحه كيف تشوفوا معايا، فهي اللي غادي نستعملو 226 غرام ديال الزبده. بالنسبه للسكر سنيده فعندي 135 غرام، وبالنسبه للملعقه فانا خديتها من هذا الوزن هذا يعني بقات لي 130 غرام، هذيك 5 غرام فانا درتها مع الخليط الاول مع الهيل باش طحنته. عندي كذلك بيضه واحده، وعندي هنا فانيليا او سكر فانيليا 5 غرام ما يعادل واحد المعلقه صغيره تكون مملوءه. وندوزو دابا على بركه الله للطريقه. غادي ناخذ هذه الانيه هذه اللي نخدم فيها. بالنسبه يمكن لكم ديروا العجانه اولا الطراب الكهربائي يعني الطراب الكهربائي اولا ديروا يعني هي ولا ليديكم، المهم ان هذا الخليط هذا خاصو يتخلط مزيان. ونضيف عليه السكر سنيده وغادي نضيف عليه السكر فانيليا وغادي نمزج الخليط جيدا. من بعد ما امتزجات لي المكونات مزيان فانا غادي نضيف البيضه وغادي نحاول نمزجها جيدا على هذا الشكل هذا. فهي الا استعملتوا الباتور او الطراب الكهربائي او العجانه فهي غادي تسهل عليكم الامر، غادي تمتزج لكم دغيا. بالنسبه لي انا فانا بصراحه حبيت انني نخدمها اليوم بيديا
من بعد ما حصلنا على كريمه اللي هي متجانسه، فدابا بقى لي الا نضيف الدقيق ونخلط الخليط حتى يتجمع ليا ونحصلوا على عجين اللي هو متماسك كيف تشوفوا معايا الكريمه. فانا مابقاش نحس بالسكر سنيده ريديه ممتزجات ليا مزيان. دابا ناخذ هذاك الخليط ديال الدقيق مع البودره ديال اللوز، غادي نضيف نصف الكميه وغادي نمزج. فانا خويت الكميه كامله ديال الدقيق، يعني الخليط ديال الدقيق مع باقي المكونات، وغادي نجمع العجين ونرجع لكم من بعد ما نجمعها. كيف تشوفوا معايا فانا العجين جمعته، فهو تيكون يعني تيكون رطب كيف تشوفوا معايا، تيكون هشيش مع ديك الزبده اللي درنا. بالنسبه لهاد العجين هذا فانا نقسمه دابا على جوج، يعني على النصف بهذا الشكل هذا كيف تشوفوا معايا. فانا قسمت العجين على جوج، نحاولوا ان نديروا الكرات هكا متساويين. دابا ما بقى لي الا نديروا في بلاستيك غذائي وندخلوا للثلاجة نخليه واحد المده. دابا من بعد ما خرجتها من الثلاجة فانا خليتها تقريبا في الثلاجة واحد ساعتين ونص حتى ثلاثة السوايع، يعني جمعات راسها باش يسهل علينا نبسطوها، وكذلك باش يسهل علينا اننا نرشموها بالمرشم. ايوا نبداو ضروري اننا نرشو سطح العمل بشويه ديال الدقيق بهذا الشكل هذا، وكذلك من الفوق على هذا الشكل هذا. نبداو دابا بسم الله على بركة الله نبسطوها. الا ما درتوش الدقيق فهي غادي تهرس ليكم. فهي الشيشة ضروري انكم تمشيو معاها غير بالخاطر حتى تطلق. هنا فيها واحد الكمية ديال الزبدة. فكيف تشوفوا معايا السمك هانتوما، فالسمك خاصو يكون بحال هكا واحد 3 مليمتر حتى 4 هانتوما. الا درت لكم بالمسطره فانتوما كيف ما شفتوا معايا ف 4 مليمتر درت، يعني ما بين 3 حتى 4 ما تفوتوهاش حيت فيها الخميره غادي تجي طالعه. وحنا غادي نديروا فيها جوج طبقات، يعني جوج يعني طبقه فوق طبقه، يعني ما تكونش غليظه بزاف، السمك يكون بحال هكا. وندوزو دابا نقطعوها. بالنسبه للصني ديالي فانا فرشو بورق الزبده، والفرن ديالي فانا مشعل عليه هكا باش يكون سخون من بعد ما نوجد هاد الصابلي ديالي. بالنسبه للقطعه فانا نستعمل هاد القطعه هذا، يعني بسم الله على بركه الله. غير بالنسبه للعجين اللي نوصيكم عليه انكم تحاولوا معها ما امكن حيت فيها الزبده، يعني تحاولوا معها ما امكن باش ما تهرش ليكم كيف مشيتوا معايا في الاول. فانا يعني بدات تحل ليا شويه ولكن بقيت معها بشويه بشويه حتى
حتى كملتها يعني، حتى طلقتها هكا بسطة كيف موضح معكم في الفيديو. فانا غادي نخلي لكم يعني الفيديو كامل يعني هاد الشرح هذا ديال التبساط باش هكا يجيكم واضح، يعني ما تقولوش ان العجين ديالي راه ما صدقاتش، ولا يعني تقولوا انها ما صدقاتش ليكم في الخلط، يعني خاصكم تزيدوها شي حاجه من المكونات، فهي تتكون بحال هكا. شو معايا، فهي العجينه فجات هشيشه بزاف بزاف. خلاص هادي باقي العجين اللي بقات ليا، يعني من هذوك من الكره الاولى، فانا كذلك نعاود نبسطها ونقطعها بنفس الطريقه. فكيف تتشوفوا معايا بالنسبه اللاطه الاولى، فانا خرجتها على هذا الشكل هذا كيف تتشوفوا معايا، وبالنسبه لهاد الحبات اللي هما في التبصيل فانا خرجتهم من قبل ما نخرج هاد اللاطه هادي، لان بانوا لي تحمرات، فالسمك ديالهم كان اقل من هذا، وكذلك البلاصه فين كانوا فهو على حسب الفران. خداو لي 12 دقيقه، ولكن تبقى على حسب كل واحد والفران ديالو. اللي نوصيكم عليه ضروري انكم تبقى وحدها، لان دغيا تتحمر وتخليوها من بعد ما تخرجوها من الفرن، فانتما تخليوها ترتاح واحد شويه عاد تحيدوها، يعني حتى تبرد وتشد فراسها باش ما تفرتتش ليكم. ها انتما كيفاش شادجي. وبالنسبه لهذا الشكل هذا فانا درته بهاد بنفس القطاعه، ولكن بهذه اللي مشنفه على هذا الشكل هذا، ماشي بهذا اللي سامبل، فقط للتنويع وصافي. جاو على هذا الشكل هذا كيف تتشوفوا معايا. غادي نكمل العجين الثاني، فهو نفس الشكل ولكن غنديروا فيه واحد التقيبه الوسط. كيف تتشوفوا معايا بالنسبه للاطه الثانيه، فانا حصلت على هاد الكميه اللي كيف تتشوفوا معايا، فما خاصكمش تغفلوا عليها كيف تتشوفوا معايا. فانا غفلت عليها فقط غير شويه واحد دقيقه. ها هما هادو تحرقوا ليا كيف ما تتشوفوا، ماشي تحرقوا ولكن تحمروا بزاف، هي ما خاصهاش تجي محمره هكا، ولكن بالنسبه للباقي فهو جا مزيان الحمد لله. هانتوما تجي جد رائعه وتجي مقرمشه. النصيحه اللي نبغي نعطيكم بالنسبه للعجين، من الافضل انكم تحسبوا كيف تتشوفوا معايا. فانا حسبت يعني الكميه اللي عندي ديال الدوائر، وغادي نحسب الكميه كذلك اللي عندي ديال هادو اللي متقبين، باش نعرف هاد باقي العجين واش غادي نتقبو ولا نخليه هكا. كيف تتشوفون فانا حطيت هاد الكميه هادي بالنسبه للطبقه اللي فيها الثقوب على هاد الشكل هذا، وغادي ندردر عليها سكر كلاصي على هاد الشكل هذا، فهو اختياري ولكن تعطي واحد النسمه اللي هي جد رائعه. بالنسبه للناس اللي غادي يقول غادي تجي حلوه، فهي ما تجيش حلوه، لان السكر اللي درنا فيها الداخل يعني في العجين فهو ماشي كثير، فواخا زدت عليها السكر كلاصي اولا السكر بودره فهي تجي ناقصه شويه ديال الحلاوه، يعني هي هذيك. بالنسبه لي انا شخصيا ما تناكلش الحلاوه، ولكن جاتني هي هذيك ما جاتنيش حلوه كيف ما تتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ واحد الحبه كما تشوفوا عندي الكونفيتير فهو عقد، هنحط هكا يعني القليل في الوسط باش ما يخش ليا من الجوانب صافي. وغادي ناخذ شي وحده اللي تقريبا الحجم ديالها بحال الاخر، وتيجي هذا هو الشكل ديالها. فكذلك القرمشه اللي فيها فهي جد جد رائعه، نتمنى انكم تجربوها. كيف تتشوفوا معايا اخواتي، هذه هي النتيجه النهائيه اللي حصلنا عليها من بعد ما زينت هاد
هاد الصابلي ديالي فتيجي رائع 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 جدا، خصوصا اننا مدخلين في البودره ديال اللوز. نتمنى انكم تجربوا هنا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو فما تنساوش انكم ديروا لي لايك، هكا تشجعوني اكثر واكثر باش نزيدوا بالقناه القدام. بالنسبه للاخوات اللي جداد معنا في القناه فمرحبا بكم والف مرحبا، ما عليكم الا تضغطوا على الزر الموجود تحت هذا الفيديو، هذا الزر اللي باللون الاحمر، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبالصحه والراحه، خليتكم على خير.